بيحصل الان في مدرمان الدعم السريع داير يعمل مكسب اعلامي، والمكسب الاعلامي بيخدم الاتفاقية حقتهم في انه المواطن والله يا اخي متضرر من الحرب، المواطن بيعاني من القوات المسلحة، المواطن ما قادر ياكل، المواطن ما قادر يشرب، الجيش هو اللي بيسبب المعركة، دي الخطة حقتهم. اشتغل فيها ياسر عرمان المتحرش ده، حس ظهر كاتب له بوست المجزرة اللي بتحصل في مدرمان لازم نوقفها. ما تكلم الدعم السريع يطلع من بيوت الناس، كلم الدعم السريع يطلع من مدرمان يا ياسر. لكن طوال ياسر حيشتغل، اشتغل في المؤامرة حقت كسلة واخمدناها، اشتغل في مؤامرة الشرق واخمدناها، معاه ناس الحزب الاتحادي ومعاه ابراهيم المرغني، واخمدت في كسلة، والكسلة الان وحدة وحدة مع القوات المسلحة ومع الشعب السوداني، ما في فتنة. جينا هنا بتكلم عن المجزرة اللي بتحصل في مدرمان. حصل شنو في مدرمان يا ياسر عرمان؟ تعرف الدعم السريع من 4-5 محاور بيحشد في قواته، الناس شايفينها بتتحرك من امبارح، وقطعت الكباري وقطعت كوبري شنبات من الخرطوم جو، من بحر جو، من امدرمان جو، من الفتحاب جو، كل القوات من امبدة جو تحركوا، دخلوا امدرمان القديمة، دخلوا بيوت المواطنين، احتموا بيوت المواطنين، احتموا ليه؟ هاربين من القوات المسلحة. ما تمشي تلاقين في النقع، انت ما قلت راجل، انت ما قلت راجل. الجيش نزل بقوته كلها، الليله الدبابات مرتكزه في اكثر من تقاطع، دبابات، مدافع، قوات مسلحه، كاكي اخضر كامل، مشاة، تاتشيرات بينظفوا في ام درمان. الحتات اللي فيها اشتباك شديد جات القوات المسلحه طلعت المواطنين، حس الكلام اللي انا بقوله لك ده عندك زول في ام درمان اساله. شوف المصابين اللي وصلوا مستشفى سندي، وصلوا عطبرة، اسألهم الحصل شنو؟ الحصل انه القوات المسلحة في مناطق الاشتباك والحتات الدعم السريع بيرمي فيها دانات، طلعوا المواطنين وحموهم، يا اخواننا نطلع حتات مؤمنة، المدارس مجهزة من امس زي ما تكلمنا، مراكز الايواء جاهزة، المواطنين فاتحين بيوتهم، جاء الدعم السريع بيجي مستهدف المواطنين. ال 13 شهيد الليلة سقطوا في مدرمان باستهداف مباشر من قوات الدعم السريع. وبيشهدوا بها المواطنين نفسهم، ده ما كلام جيش ولا كلام بتاع زول واقف مع القوات المسلحه، ده كلام حصل قدام الناس. الجيش الحتات اللي فيها اشتباك وفيها بتقع فيها دانات وفيها مواجهه لل في في خط الجبهه طلعوا المواطنين. الدعم السريع بيجي مستهدف المواطنين، مستهدف العربات اللي فيها المواطنين، ما بيجي بيضرب في الجيش. ساعات الدعم السريع ما كان بيخوض جوله مع الجيش، خايضه مع المواطن. ده اللي بيخلي لنا ياسر عرمان يطلع يقول المجزره بتاعت ابروف ومدرمان القديمه، المجزره دي انت ما سببت الدعم السريع، البيت حق منو يا اخوان؟ حق المواطن. الدعامي جابوا هنا شنو يا ياسر؟ ما بيقدر يجاوب. الدعامي جابوا مدرمان القديمه شنو؟ ما عنده اجابه. مراكز استراتيجيه بتاعت القوات المسلحه يا هي دي قواد سيدنا، ديك القياده العامه، داك سلاح المهندسين، عندك شنو في مدرمان القديمه؟ ما عنده اجابه. انت بتنكر الحاجه اللي بيقولوها المواطنين يا ياسر، لكن لانه مكسب اعلامي يطلع يقول لنا خلاص بعد احنا ما نجي نقعد للاتفاق، ما في اتفاق يا اخوانا، ما في اتفاق، الكلام ده ما حيحصل. احنا هسه بدينا معركه مدرمان وضغطين على القوات المسلحه انها تنزل بقوتها كامله تفك لجامه تنظف مدرمان دي، والناس اللي حسي طلعوا من بيوتهم قاعدين في محيط مستشفى النو، قاعدين في مدارس السادة ال11، قاعدين في 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 كرري. الناس دي يا جيش تكون عارف الناس دي فارقوا بيوتهم، وعدناهم ساعه ساعتين الموضوع ده ينضف، بكره بالكثير الناس ترجع بيوتها، بكره بالكثير الناس تترجع بيوتها وترفعوا لنا تمام 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 ام درمان كامله بما فيها المربعات، الفتحاب، الحتات اللي بيدون منها الدعم السريع، سلاح الطبي، سلاح المهندسين، دي مرصوده بطيران الاستطلاع بتاع القوات المسلحه، عارفين انها انت بتجي من وين؟ عارفين الجماير وعارفين ابروف، عارفين في الجماير البيوت المتعاونه مع الدعم السريع، استخباراتكم ما شغاله انتوا راصدين الحاجة دي، واحنا كلامنا واضح يا اخوان. هسه الدعم السريع ده كغوات حينتهي، وهم داخلين بهدوم مدنية وخاشين في نص المواطنين، وبيطلعوا حس عديل اللي طلعون طلعوا منهم دعم سريع لابسين هدوم بتاعت مواطنين. معاهم متعاونين قاعدين في احياء ام درمان دي، والجيش عارف الكلام ده والمواطنين عارفين. هسه يا جيش انتوا خلصوا لنا الدعم السريع ده. المواطنين المتعاونين ديل والخونة اللي في نص بيوتنا، ديل المواطنين ديل بكرة ان شاء الله يرجعوا بيوتهم بينظفوهم. القصة دي تنتهي. تاني احنا ما بنبدا معركة واسي الليلة الجيش حسي في تقاريره الأخيرة أبروف نظيفة بانت، مجمع خدمة الجمهور، مراكز أم درمان القديمة نظفوها،
المدافع حسي وقفت، التدوين وقف، شغالات طيارات استطلاع، وشويه شويه بتسمع رصاص ديل بيكونوا ناس القوات الخاصه اللي يقولون ده عامي ولا بتاع سلموا له يلا. بكره الصباح احنا نصبح المهندسين حسي نطفط، المهندسين حسي كل المخابئ حقت الدعم السريع نطفط. بكره الصباح يا جيش كالعاده اللي بيحصل شنو؟ بيحصل انه ثاني يوم احنا الدعم السريع بنلقاهم حايمين في نصنا، الحاجه دي المره دي احنا المخطط ده ثاني ما حيمشي، الجيش يرتكز في مدرمان. الجيش الموجود الحسي ده ارتكز في مدرمان، كل مواطن قدام بيته في قوات مسلحة، كل التقاطع في قوات مسلحة، كل شارع زلط في قوات مسلحة، حسي شارع الوادي نظيف، العرضة الحتات دي نظيفة، لا 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 القصة بتاعت ساعتين ثلاثة الانتصار الزائف ده احنا ما بقسم معانا. احنا ما بقسم معانا. إذا الشعب السوداني والقوات المسلحة بيقولوا للقيادة في كل جنب. الثمن حقها شنو؟ حنضحي بارواحنا، حنضحي بشهدائنا، حنعاني في نقص في الامداد، حنعاني بنقص في الـ في الـ في, الـ في العلاج، حيكون عندنا شهداء، حيكون عندنا في سبيل انه مدرمان تنضف يا قوات مسلحه. حس الثمن اللي احنا دفعناه وقدمنا امبارح شهداء رحم الله شهداء القوات المسلحه، ربنا يتقبلهم كلهم. الليله قدمنا شهداء وامبارح قدمنا شهداء رحم الله الشهيد ابو بكر محمد نور، ربنا يتقبله ان شاء الله، وربنا يثبته ويثبت كل الشهداء، وربنا يثبت كل الشهداء من المواطنين، ربنا يجبر كسرهم، ربنا ينزل السكينه على قلوب اهل مدرمان والسودان اجمع يا رب العالمين، وعلى القوات المسلحه ويثبتنا يا رب العالمين. فاحنا الثمن ده قوات مسلحه بنقدمه في سبيل حاجه واحده، انه البلد دي تتحرر من الدعم السريع، تتحرر من الخونه، تتحرر ارادتها تكون في يدها، القبائل بالالاف، الشعب السوداني بالالاف، المستنفرين بالالاف، الشعب السوداني، الشعوب الحره واقفه معانا في معركتنا دي عشان نتخلص من الاجرام الموجود في السودان، نتخلص من الخونه. شكرا للقبائل اللي تبرأت من كيكل، وكيكل ده يا اخواننا والله نكون معاكم واضحين. كيكل ده شرق النيل ده حسي الجيش هيشتغل فيها، الخطه كالاتي: المستنفرين معاهم المواطنين معاهم القوات المسلحه، بديناها في العيلفون وبنحاصر في القوات المسلحه، حيقوم انفجار شرق النيل ده من جوا من المواطنين ذاته، لقيت جارك ده عامل، لقيت جارك ده متعاون مع الدعم السريع سكينك تسلمه لله، نط عربي انتهى، ده اللي هيحصل. حسي احنا بعدين في مدرمان دي حتخلص، حنقفل الكباري، حنأمن الكباري، حسي اللي بيتكلم عن انه انضرب كوبري شمبات، انضرب ما انضرب ينضرب، ما دارين حاجه ثانيه داخل مدرمان. بيجا عندك مقابر حمد النيل يا جيش، انت مؤمن لحد هناك الاهليه، ارتكازات البغاله الشكري، تقاطع الشكري، الحتات دي فيها ارتكاز، الجماعه دي خشوا امبارح بالمقابر بتاعت حمد النيل، مدرمان كلها بتتكلم، دخلوا حمد دخلوا بالمقابر، دخلوا بانت بالمقابر يا جيش، ثاني احنا ما عندنا حاجه اسمها متسللين. ما عندنا حاجه اسمها متسللين، طلعنا من ام درمان ده حنخش لهم ونبدأ حنخش المربعات ننظف القصه دي بس. ارتكازات الدعم السريع الموجوده في مبده في الصالحه حنخش لهم عديل يا جيش، دي خطتنا احنا واضحين، بعد ما دام فكيتوا لجامكم نزلتوا الشارع نواصل نصل حته الدعم السريع نأمن البلد دي. كلنا مستشعرين النصر يقرب، كلنا حاسين بدعاش النصر، كلنا والله يا جيش يعني خلاص احنا وصلنا معاكم مرحلة خلاص حاسين انه البلد دي حتتحرر، واكبر خطر على السودان هم الخونة وهم المتآمرين، ما الدعم السريع. الدعم السريع ده يا اخواننا ما ينال شرف انه هدد السودان في يوم من الايام، ما ينال شرف انه والله يا اخي قتل مواطن سوداني، ما ينال شرف انه حرق السودان، الحرق السودان النخبة بتاعت الاحزاب المسيطرة علينا من 56، ديل هم اللي حرقوا السودان، ديل الحسي ما دارين ياخذوا موقف وطني، ديل الان بيسعوا باي طريقة انه السودان ده يتدمر ويتحبس، ديل اللي بيتكلموا لنا عن حكم مدني جايين هم، ديل اللي بيتكلموا عن نتيجة حتى موت الدعم السريع على يد القوات المسلحة دارين يترجموه لعمل سياسي، يجيني خالص سلك احكم، ما كان تشيل كلاشك تقيف مع الدعم السريع احسن منه في شنو انت؟ الدعامه اللي مسحنا بيهم ديل الواطه قياداتنا اللي انتهينا منهم، انت احسن منهم في شنو يا خالد قاعد في مصر عشان تيجي تحكم؟ احسن منهم في شنو انت؟ انت حتجيب لنا شنو يا خالد؟ ياسر عرمان حيجيب لنا شنو يعني؟ يا هدى الدعم السريع اللي وديتوه مواجهة الشعب السوداني ومواجهة القوات المسلحة والدعم السريع انتهى، وقبائل اللي بتسند الدعم السريع انتهت وما بتتكلموا فيها، تيجي تتكلموا في القبائل الأحرار الشرفاء المواطنين اللي بيقيفوا مع قواتنا المسلحة بتقول والله ده حرب أهلية والجيش سلحهم، لكن القبائل اللي بتمد الدعم السريع من برا السودان من جوا السودان انتوا ما بتتكلموا فيها، دي ما حرب أهلية عندكم. دارين ده كلهم يفنوا يا خالد السلك عشان تجيني انت باتفاقيه جده، ما حتحصل اتفاقيه، والناس تفهم حاجه يا اخواننا، بيقول لك صرف يا اخي يمهد، يمهد لشنو يا اعلام الدعم السريع وقحط؟ يمهد لشنو الانصرافي؟
ما في زلحة عنده ورقة باسم الشعب السوداني. احنا سلاحنا شلناه ده ضد الظلم. اذا حاكمنا القاعد في الكرسي ده ظلمنا بانه الدين اتفاقية، احنا هنشيل كلاشنا ده ضده بعد ده. اللي يكون فاهم. والجيش ده معانا، جيش الشارع معانا، جيش المكتب ذاته الليلة دي معانا، الليلة دي معانا. الناس بيقولوا فكوا اللي جنب في مدرمان، ده جيش المكتب ذاته معانا. احنا ما فضل ضدنا بالمناسبة، ولا حنقبل الدنية للسودان، ولا حنهادن، ولا حنتفق، ولا حنبيع دماء الشعب السوداني، ولا حنبيع السودان ده تحت اي ظرف من الظروف. تكونوا فاهمين الحاجة دي؟ والله واللي احنا بنعمل فيه الان ده ما للسودان وبس، لا حنأمن حدودنا. اللي اعتدوا علينا ده يكونوا فاهمين انه احنا جايينهم. ما حنسكت، والله ما حنسكت. والله لو ما غزينا الدول اللي دخلت السودان دي اصله ما حنرتاح، والله نكسرهم جوا معاقلهم، جوا بيوتهم، جوا مدنهم، حنغزوكم وحنصلكم. تكونوا فاهمين الحاجة دي؟ تاني ما في زول ليوم الدين الطاولة على السودان وللشعب السوداني. الحصل ده احنا لحد هنا، لحد هنا اخذنا الدرس. وعرفنا احنا كشعب قصرنا في شنو، وعرفنا انه احنا والله لما نسكت عن حقنا بيصل وين الموضوع، وعرفنا انه لما نشوف الغلط ونتدارى منه ونجيب الواسطه ونحن والله متسامحين ونخاف على البلد، الخوف حقنا وصلنا وين؟ واجهنا في النهايه المعركه، واجهنا المصير اللي كنا بنتهرب منه من زمان، خلاص اتكتب علينا. دي مش دي الحرب اللي بتقولوا بتفرتق السودان والناس بتضحي عشانها؟ بنقدم كرامتنا، بنتنازل من بلدنا، نبيع بلدنا يا اخواننا لمجرمين وخونه ومرتزقه قاعدين في القصر الجمهوري علني. احنا 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 فقنا من الحاجه دي. الليله الجيش صحه والشعب السوداني صحه، والناس عرفت قيمه بلدها، والناس عرفت قيمه وطن يعني شنو، والناس عرفت قيمه ثروات يعني شنو. الناس صحت، فديل بيخدروا فينا تاني، طالعين لنا ب ب ب ب ب ب المجزره في 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 ام درمان القديمه، مجزره في ام درمان القديمه. الخونه المعتدين دخلوا لنا من احياء الخرطوم، ولايه الخرطوم، حاصروا ام درمان. المناطق بتاعت ام درمان القديمه يا ياسر، انت ما بتعرف ام درمان اصلا، انت من 87 ما قاعد في السودان. دي بيوت بتاعت مواطنين، ما فيها ولا مركز عسكري، ما فيها اي موقع استراتيجي، دخلوا يروعوا المواطنين. ما تمروا طبعا، عنده تلسكوب طبعا، الحوزر بيشتغل بالدايبتور، بالدايبتور ولا 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 وادر سايت، تربط الدايبتور، تربط الادر سايت بالبرمن بطيئه والتدريج الرئيسي، شفتها توزن بدوك ساتر خلف ساتر. بعد ذاك شنو؟ تخط الصليب ده، تدربهم تدريب تمام، تخط هنا معناه زي الاربجي، اربجي ماسوره الزمال قديم الارتداد، تخطه كده عشان الضوء اللحم ده يرجع لورا، بس كده تخطه في مقاس زي ده. اكثر من يعني ما نفر نفرين، 1000 نفر ده بس كده، بس طياره جات ما بتبرق من ال 1000 دانه، شو شو حقي مارقه يب، ما حقنا نحن صح؟ الطيران ده حقنا نحن نرميه، طياره اللي انقبض ده وقتي طوالي، يمشي لاخر وقتي. ما في ليه، ما في ليه في الموضوع، ما في مجامله، مسح امسح اكسر قشوا ما تجيبوا هاي، سلمنا نظيف لا